بنصبح على حضراتكم مرة تانية. هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة الطقس هيكون مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية وحار على جنوب سيناء وشديد الحرارة على جنوب الصعيد. الجو هيكون لطيف في أول الليل، مائل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. كمان في شبورة مائية الصبح هتكون كثيفة أحيانا وقد تصل إلى حد الضباب على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية. كمان في فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق متفرقة من أقصى جنوب البلاد. خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن حالة الجو النهاردة من الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتورة منار. صباح الخير على حضرتك أستاذة هالة، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بك يا فندم. أهلا بحضرتك. يعني ممكن تطمنينا على تفاصيل الطقس النهاردة، ويمكن برضو لسه الشبورة مكملة معانا، فحضرتك بقى قولي لنا إيه المناطق اللي فيها شبورة والجو يمكن الصبح شوية حر بالليل بيبقى فيه شوية برودة، قولي لنا التفاصيل. بالفعل ما زلنا بنتأثر بوجود امتداد لمرتفع جوي في طبقات الجو العليا. المرتفع الجوي ده بيعمل أول حاجة على زيادة فترات شطوع أشعة الشمس خلال فترة النهار، فبيساعد على ارتفاع قيم درجات الحرارة وإحساسنا بارتفاع درجات الحرارة، بالإضافة كمان بيحبس الرطوبة في طبقة قريبة من سطح الأرض، فبيساعد بشكل كبير على تكون الشبورة المائية الكثيفة. اليوم متوقع عظمى على القاهرة الكبرى ما بين 31 إلى 32 درجة مئوية، فهتكون أعلى من المعدلات الطبيعية بحوالي من درجتين لثلاث درجات. إحساسنا بالطقس خلال فترة النهار طقس خريفي مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، سواحلنا الشمالية وأيضا محافظات شمال الصعيد. طقس نقدر نقول من حر لشديد الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، ده هيكون فترات النهار وتحديدا في فترة الظهيرة مع شدة الإشعاع الشمسي، لكن فور غياب أشعة الشمس ودخلنا في فترات الليل بيحصل انخفاض تدريجي في قيم درجات الحرارة، بيكون ملموس أكثر في الساعات الليل المتأخر اللي هي فترات الفجر وفترة الصباح الباكر. أجواء مائلة للبرودة في معظم محافظات الجمهورية وخاصة الأماكن المفتوحة، المدن الجديدة، الأماكن اللي هي ظهير صحراوي بشكل كبير. الصغرى فترة الليل بتنخفض في بعض الأماكن بتوصل ل 16 و17 درجة مئوية وخاصة في محافظات شمال الصعيد. دلوقتي بقينا نلاحظ الفرق في درجات الحرارة بين فترة النهار وفترة الليل بدأ يتجاوز ال 10 درجات. بالإضافة كمان طبعا الشبورة المائية ما زالت ظاهرة جوية مؤثرة بشكل كبير خلال فترة الصباح الباكر، ساعات الليل المتأخر على أغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، واللي ممكن تكون كثيفة أحيانا وبتوصل لحد الضباب، يعني الرؤية الأفقية تنخفض أحيانا في بعض الأماكن لأقل من 1000 متر، وهي بتتلاشى مع سطوع أشعة الشمس، يعني تقريبا مع بداية الساعة 8 صباحا الشبورة المائية بتبدأ تدريجي في الارتفاع، الرؤية الأفقية تبدا تتحسن على اغلب الطرق. بالاضافه كمان طبعا فرص الامطار الموجوده معانا اليوم هي فرص ضعيفه لامطار خفيفه على بعض المناطق من اقصى جنوب البلاد، ممكن تكون رعديه احيانا وعلى فترات متقطعه من اليوم. فين يا دكتور؟ فين المناطق تحديدا اللي يعني المحافظات اللي هيكون فيها فرص امطار خفيفه؟ هي طبعا المناطق اللي موجوده في اقصى الجنوب، يعني نقدر بحيره ناصر، ابو سمبل، بعض المناطق من حلايب وشلاتين، المناطق الحدوديه دي اللي هيكون عليها فرص الامطار واللي ممكن تكون رعديه احيانا وطبعا على فترات من اليوم، لكن في مجملها مش مؤثره تماما على اي اعمال انشطه يوميه. يمكن الاحوال الجويه في جمهوريه مصر العربيه خلال هذه الايام مستقره تماما، وده اللي متوقع ان هو يكمل معانا على الاقل اليوم الجمعه اللي جايه، يعني احنا مكملين في الاستقرار في الاحوال الجويه. الشبوره المائيه اللي ممكن توصل لحد ضباب مكمله معانا غدا الخميس والجمعه ان شاء الله. عشان كده هننصح كل الساده المواطنين، مهم جدا لو احنا بنسافر فتره الصباح الباكر او ساعات الليل المتاخر لازم تكون القياده بهدوء تام على اغلب الطرق، لكن كمان نشغل كشافات الشبوره الموجوده في السيارات، وطبعا نتبع كافه تعليمات المرور، بالاضافه كمان لازم ناخد بالنا من نوعيه الملابس بشكل كبير تجنبا طبعا لنزلات البرد، قدر الامكان يكون معانا جاكيت خفيف او نرتدي الملابس الخريفيه، وطبعا مهم جدا في فصل الخريف المتابعه اليوميه للنشرات الجويه. أكيد طبعا. بنشكر حضرتك دكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. تعالوا مع بعض دلوقتي نتابع درجات الحرارة المتوقعة النهاردة.
في القاهرة درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 23، وفي العاصمة الإدارية 33-22، الإسكندرية 29-21، والعلمين الجديدة 29-20، مطروح 27-19، ودمياط 30-21، بورسعيد 29-22، والإسماعيلية 33 والصغرى 22. في السويس درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 23، وفي العريش 30-24، كاترين 28-12، وطوبة 28-21، حلايب 32-24، وشلاتين 34-24، شرم الشيخ 34-25، والغردقة 34 والصغرى 23. لو رحنا الفيوم هنلاقي درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 20، أما في بني سويف 31-19، الوادي الجديد 34-20، وفي أسيوط 32-17، سوهاج 35-18، وقنا 37-22، الأقصر 37-22، وأسوان 38-23 هي الصغرى. دلوقتي عودة مرة تانية لشاذلي ومنى، ومتابعة باقي فقرات صباح الخير يا مصر. عودة ليكم مرة تانية.